الأحزاب هذه اللي في 2019 رشحت شخصيات أخرى أو تبعت إعاز من أطراف أقطاب في السلطة أنذاك أخرى كانت رجال قوية أنذاك وعطتهم أوامر وتعليمات باش يرشحوا مترشحين آخرين، هل تداركوا أخطاءهم بعد 5 سنوات؟ هل هذه الأحزاب هذه اقتنعت باللي كانوا في اتجاه غلط وباللي كانوا في اتجاه يعني يعاكس المبادئ تاعهم، أم نوع من المصلحية؟ جو بريفير يوتيليزي هذا لو تيرم، هذا أفضل نستعمل هذا اللفظ وما نستعملش لفظ آخر. يعني أنا السؤال يبقى مطروح عندي في آخر مطاف، أنا أظن أنه ترشيح الرئيس عبد المجيد تبون إلى عهدة ثانية مطلب شعبي قبل ما يكون مطلب حزبي، مطلب شعبي، لأنه الشعب الجزائري، المجتمع المدني، القوى الفعالة، لأنه أغلب الأحزاب اللي لك تكلم عليها هبة حناشي ما عندهاش امتداد شعبي.